مع من تضج فكرا تحررا واشياء اخرى. انها ايناس الدغيدي. يعني بدي احتفل باليوبيل الذهبي انا في تاريخ ومشوار الاعلام اللي عم بيكتسبه سنة عن سنة. إيناس الدغيدي، بس الناس بيعرفوا اسمي، يقولوا اسمي، يقولوا الله أكبر، ربنا يستر. لا لا ما تخافش، المرة دي أنا حطلع هادية وكويس. لا ما بدي، بدي إياك تطلعي إيناس، بدي تحيي أنت المشاهدين على ذوقك. أهلا وسهلا بيكم، كل سنة وأنتم طيبين. وأنا كنت كل سنة ما بحاولش أطلع مع نيشان كل سنة، بس صمم عليا السنة دي. كل سنة معلش عشان خاطري بقى السنة دي أبقى معاه كمان. بدنا نرمي موضوع خلفي بهالإنستا سيلفي فيديو، شو بتقولي؟ أي موضوع خلفي؟ كان نفسي يبقى عندي بيبي تاني غير حبيبة، رميته ورا ظهري. فظيعة. كيف حبيبة؟ كويسة الحمد لله. بدي لو سمحتي تبصمي. أبصم. أيوة كده. أيوة. هلأ حبيبة نضجت أكتر، اكتسبت خبرة حياة أكتر. خلاص حبيبة عندها دلوقتي 24 سنة. تشبهك صارت يعني بال شخصيتها. أنا يعني إذا بحورها لحبيبة بتفاجأ وإنه بنتها إيناس الدغيدي؟ لا مش هتبقى بجرأتي. لا مش بجرأتي. لسه عندها ماما خجولة، لسه خجولة زي أنا زمان. أنا كنت كده زمان. أوعى تفتكر إن أنا اتخلقت كده. عن جد؟ لا 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 ما اتخلقتش كده. أنا كنت زمان لما حد بيكلمني بعيط. عن جد بتحكي؟ أوحد ربنا. شفت دلوقتي بقى عيط اللي يكلمني. من اكتسبتيها؟ من خبرتك، من نجاحك؟ النجاح بيعطي ثقة. لا لا من الخبرة والحياة وقسوة الحياة. قسوة الحياة؟ طبعا. كانت قاسية؟ فيها قساوة أكيد. أنت قسيتيها للحياة؟ قدرت عليها. والله قدرت يعني تغلبت عليها؟ أعمل إيه بقى؟ تمديلي بليز. هيكتب ده؟ أيوه. امضتي بتاعت البنوك ولا؟ امضت البنوك لو سمحت. اهي عشان بسم الله ما شاء الله. بس مش هتلاقي حاجه جوه في البنك. تاريخ اللي اوعى تقول لي تاريخ ميلادك تاني. لا 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 مش تاريخ ميلادك ابدا، انا حافظ النهارده 8/8/7 7 2014. لا انا بعرف انه 10 مارس، يعني بعرف انت خلاص كفايه عليك انت ويسرى وهيفا. بعرف انه 10 مارس. كيف يعني قسيتي الحياه؟ شو عملتي لها؟ لا قسوة الحياة، الحياة طبعا فيها قساوة كتير أكيد. يعني بتخليك ليه أنت بتبقى جامد وليه بتبقى جريء وليه؟ لأنك قابلت مواقف في حياتك كتير فيها قساوة أكيد فجمدتك.